هنبدأ النهاردة في منهج مادة الرياضيات لسنة أولى إعدادي الترم الأول بدون مقدمات كتير. لو الموضوع يخصك اشترك في القناة عشان تتابع دروسك أول بأول، ما تنساش تعمل لايك الجميل، ويلا بينا. قبل ما نبدأ في المنهج أحب أنبهك عن حاجة مهمة جدا. قبل ما تبدأ في المنهج اتأكد من إنك اتفرجت على كورس التأسيس اللي موجود عندي في القناة، لأن في كمية معلومات كتيرة مهمة جدا هنحتاجها في المنهج، وهبين لك الكلام ده كمان شوية. يلا كده بقى جاهز ورقة وقلم وكوباية شاي ويلا بينا. أول درس في المنهج هو مجموعة الأعداد النسبية. إيه هي مجموعة الأعداد النسبية دي؟ واحدة واحدة نبدأ كده نفتكر مع بعض. مجموعة أعداد العد عين. إيه مجموعة أعداد العد دي؟ لما أجي أعد أي حاجة بعد أقول 1 2 3 4 5 إلى ما لا نهاية. كبرنا شوية ودخلنا 5 ابتدائي عرفنا مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي بالظبط مجموعة أعداد العد، بس بنزود في الأول الصفر، بعد كده نقول 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية. معنى كده إن مجموعة الأعداد الطبيعية بتساوي الصفر اتحاد مجموعة أعداد العد. ثانية واحدة، لو انت مش فاهم يعني ايه اتحاد ويعني ايه القوس ده والشكل ده، كل الكلام دوت من اساسيات المجموعات، في حلقة عملتها في الكورس التأسيس اسمها المجموعات، اتفرج عليها تفهم كل الكلام ده. كبرنا شوية ودخلنا 6 ابتدائي وعرفنا ان في اعداد موجبة واعداد سالبة، وتعرفنا على مجموعة الاعداد الصحيحة صاد اللي هي بتساوي الصفر في النص وعلى الناحية اليمين 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية، على الشمال -1 -2 -3 -4 إلى ما لا نهاية. دي هي مجموعة الأعداد الصحيحة. نركز بقى مع بعض هنا في مجموعة الأعداد الصحيحة. لو جيت على العدد مثلا 2 هتلاقي أن العدد اللي قبله على طول هو 1 واللي بعده 3. معنى كده أن مفيش أي أعداد ما بين 1 و2 ومفيش أعداد ما بين 2 و3. بس انت لو فكرت بعقلك هتقول لا، في ما بين 1 و2 في 1 وربع، 1 ونص، 1 وتلت، 2 الا ربع. الأعداد دي كلها راحت فين؟ أهي الأعداد دي بقى هي الأعداد النسبية. 1 وربع اللي هي 5 على 4، 1 ونص اللي هي 3 على 2، 1 وتلت اللي هي 4 على 3. ايه ده؟ يعني كده احنا ممكن نقول ان دي كده هي مجموعة اعداد العد عين، تمام؟ يبقى دي كده مجموعة الاعداد الطبيعية. معنى كده ان اعداد العد عبارة عن جزئية من الاعداد الطبيعية، ودي كده هي مجموعة الاعداد الصحيحة صاد، ودي كده هي مجموعة الاعداد النسبية نون. الشكل ده اسمه شكل فين للتعبير عن المجموعة، والطريقة دي اسمها طريقة السرد. الكلام ده كله موجود في كورس التأسيس في حلقة المجموعات. دلوقتي احنا عايزين نعرف تعريف العدد النسبي. اكتب عندك في الورقة اللي معاك، العدد النسبي هو كل عدد يمكن كتابته على هيئة كسر. اها، بسط ومقام. التعريف لسه مخلص، اكتب بعد الكسر اكتب حقيقي وحط تحت كلمة حقيقي خطين، وبعد كده افتح قوس واكتب ألف على ب، حيث ب لا تساوي صفر. تاني، العدد النسبي هو كل عدد يمكن كتابته على هيئة كسر، زي الأعداد دي كده، النص، تلت، تلت أرباع، 5 على 2 7 على 8. يعني ايه كلمة حقيقي؟ يعني يتكون من بسط ومقام، والمقام لا يساوي صفر، لان دي بديهيات رياضية ما ينفعش ان احنا نقسم على الصفر. طب انا لو اتلاقيت كسر والمقام بتاعه بيساوي صفر، يبقى على طول تقول ده عدد غير نسبي. يعني مثلا يقول لك بين هل الاعداد الاتية نسبية او غير نسبية، على طول تبص على المقام، لو المقام بيساوي صفر يبقى العدد ده غير نسبي، ما بيساويش صفر يبقى نسبي. نبص هنا 4 على 5 المقام بيساوي صفر؟ لا، يبقى ده عدد نسبي. طيب 2 وتلت، ارفع الكسر عشان اتاكد برضو من المقام، هتلاقي ان هو بيساوي 2 في 3 ب6 و1
7 على 3 المقام اهو، بسط مقام، والمقام لا يساوي صفر يبقى ده عدد نسبي. طيب صفر على 7 صفر على اي حاجه بتساوي صفر، والصفر طبعا ده عدد صحيح مقامه 1، يعني المقام لا يساوي صفر يبقى ده عدد نسبي. سالب 4 اس صفر، اي حاجه اس صفر بتساوي 1، والواحد عدد صحيح مقامه 1 يبقى ده عدد نسبي. 2.6 عدد عشري عايز احوله لكسر، والمعلومه دوت انا في حلقه عن الاعداد العشريه في كورس التاسيس لو انت عايز تعرف ازاي بتحول من الكسر عدد عشري والعكس. 2.6 اللي هي بتساوي 26 على 10، نحطها في ابسط صوره هتساوي 13 على 5، بسط مقام، والمقام لا يساوي صفر بده عدد نسبي. طيب هنا 10 على 2 ناقص 2، 10 2 ناقص 2 بيساوي صفر، ده المقام بيساوي صفر يبقى ده عدد غير نسبي. 9 عدد صحيح نسبي، 9 على 3 بتساوي 3 اللي هي عدد صحيح يعني نسبي. نوع تاني من أسئلة بيقول اوجد الشرط اللازم، أو ما هو الشرط اللازم ليكون الأعداد الآتية أعداد نسبية. أنت تسمع كلمة الشرط اللازم تتنح، ما خدناهوش، لا انتوا اخدتوه. الشرط اللازم ليكون العدد عدد نسبي هو ان المقام لا يساوي صفر. فلو اداك عدد زي ده كده مثلا وقال لك اوجد الشرط اللازم ليكون عدد نسبي، تقول تاخد المقام ده كده كله وتقول س ناقص 3 اللي هو المقام لا يساوي صفر، وتخلي السين لوحدها، فتقول السين لا تساوي، تودي 3 الناحية التانية بعكس الإشارة تبقى 3. ده هو الشرط اللازم، ان السين لا تساوي 3. لو انت مش فاهم عملت الكلام ده ازاي، كل الكلام ده موجود في الحلقه بتاعه المعادلات في كورس التاسيس. طب هنا اخد المقام 6 س واقول لا يساوي صفر، هقسم على الستة هنا وهنا، 6 مع 6 يتفضل س، لا تساوي صفر على اي حاجه في صفر، يبقى هو ده الشرط اللازم ان السين لا تساوي صفر. طب هنا مالكش دعوه السين اللي في البسط، انا ليا المقام بس، اخد المقام 2 س زائد 4 واقول كده لا يساوي صفر، اودي الاربعه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى الاثنين س لا يساوي سالب 4، اقسم على الاثنين هنا وهنا، 2 مع 2 اتفضل س لا يساوي سالب على موجب بسالب مع الاثنين فيها الاثنين، اهو ده الشرط اللازم ان الس لا يساوي سالب 2. ودلوقتي وقف الفيديو وامسك الورقه والقلم وحاول تحل المسألة دي، يلا وقف دلوقتي، ده هو حل المسألة، قارنه باللي عندك وشوف انت حليت صح ولا غلط. نتكلم بقى دلوقتي عن الأشكال المختلفة للعدد النسبي. العدد النسبي مش دايما لازم يكون على شكل بسط ومقام، ليه أشكال تانية. يعني من أشكال العدد النسبي أول حاجة الكسر اللي هو بسط ومقام اللي احنا عارفينه كويس جدا. ليه بقى أشكال تانية زي النسبة المئوية 30%، 66%، 90%، أي عدد في المية. طب إزاي أصلاً ده عدد نسبي؟ لأن أي عدد في المية مقسوم على المية، يعني 30% دي بتساوي 30 على المية، 30 في البسط و100 في المقام، 90% يعني 90 على 100، وهكذا. من أشكال العدد النسبي برضو العدد العشري، أي كسر ممكن يتكتب على شكل عدد عشري، بس العدد العشري دوت نوعين. اول واحد منه عدد عشري منتهي اللي هي الاعداد العشريه العاديه زي 1.5، 2%، 77.7، كل دي اعداد عشريه منتهيه. النوع الثاني بقى اللي هو عدد عشري دائري بين قوسين غير منتهي. يعني ايه عدد عشري دائري او غير منتهي؟ اتقل وهتفهم كل حاجه. المثال بيقول اكتب الاعداد الاتيه على صوره عدد عشري، عندي الربع وعندي 3 ارباع. والله في طريقه بطيئه وطريقة سريعة. نبدأ بالبطيء، هخلي المقام واحد من الأعداد اللي هي واحد وصفار زي 10، 100، 1000. الأربعة دي ممكن نخليها 100 لو ضربتها في 25 تبقى 100، زي ما أضرب تحت في 25 لازم برضو أضرب فوق في 25، يبقى 1 في 25 ب25. دلوقتي أنا عندي المقام في صفرين، يبقى أنا هحرك العلامة حركتين ناحية الشمال، واللي معرفش الكلام دوت هتلاقوه موجود في الحلقة بتاعت الأعداد العشرية في كورس التأسيس. عندي العلامة هنا هحركها الشمال كده حركتين، يبقى هتساوي 25 من 100.
الطريقة السريعة بقى هتستخدم الآلة الحاسبة، هتكتب 3 على الـ4 وتدوس يساوي، هتظهر لك على شكل كسر في الآلة الحاسبة. هتلاقي عندك زرار مكتوب عليه SD، تدوس عليه هيديك العدد العشري على طول 75%. المثال التاني بيقول اكتب الأعداد الآتية على صورة نسبة مئوية. أول لما يديك كسر ويقول لك اكتبهولي على شكل نسبة مئوية، تضرب في 100 على 100. يبقى أنا هاخد النص ده كده أضربه في 100، واللي يطلع أقسمه على 100. أروح عامل إيه بقى؟ أضرب النص في 100 على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها 50. 1 في 50 بتساوي 50 على 100، اللي هي بتساوي 50%. طب 5 على 4 اكتب كده 5 على 4 في 100 واقسم كله على 100. اقول على 4 فيها الواحد، على 4 فيها 25. 5 في 25 ب125 على 100، اللي هي 125%. ودلوقتي بقى وقف الشاشة وحاول تحل دي. ده هو حل المسألة، قارنه باللي عندك، شوف انت حليت صح ولا غلط. المثال اللي بعده بيقول اكتب الأعداد الآتية على صورة ألف على ب، يعني على كسر، زي ما تنطق زي ما تقسم. 3 من 10 بتساوي 3 على 10، وحط الكسر اللي يطلع في أبسط صورة. ده في أبسط صورة؟ أيوة، خلاص كده المسألة خلصت. سالب 2 من 10، 2 من 10 يعني 2 على 10، والسالب تنزل. 2 على 10 دي ابسط صورة؟ لا، امال ايه ابسط صورة؟ بتساوي سالب 1 على 5. لو انت ما تعرفش ازاي تحط الكسر في ابسط صورة، انا عامل حلقة عن الاختصار لابسط صورة في كورس التأسيس تحت في الديسكريبشن. طب هنا 65 من 100، يبقى 65 على 100. ده ابسط صورة؟ لا، امال ايه هي ابسط صورة؟ هقسم على 5، تبقى 13 على 20. يلا وقف الشاشة وحاول تحل دي. ده هو حل المسألة، قارنه باللي عندك، شوف انت حللت صح ولا غلط. المثال اللي بعد كده بيقول اكتب الاعداد الاتية على صورة عدد 10 دائري. طب انا اعرف ازاي العدد ده دائري؟ على طول امسك الآلة الحاسبة، اروح كاتب 1 على 3، اقسم 1 على 3 قول يساوي، هيظهر لك على شكل كسر 1 على 3. تروس على زرار الاس دي عندك في الآلة الحاسبة، هيظهر لك على الآلة الحاسبة 3 متكررة كتير على الآلة الحاسبة. او التكرار ده معناه ان 3 ديت عدد 10 دائري. طيب اعمل ايه؟ امسك الرقم المتكرر ده اكتب منه رقم 1 بس، فاقول كده 3 من 10 دائري، يعني نقطة كبيرة فوق الرقم. دي معناها ايه؟ ان التلاتة ديت متكررة كتير الى ما لا نهاية، يعني غير منتهي. طب انا ما فهمتش دي، طيب جرب التانية، اكتب كده، امسك كده الحاسبة 2 على 11 بيساوي، تدوس على الاس دي، هتلاقي الآلة الحاسبة متكرر عليها 18 18 18 18. اروح كاتب 18 بس، واحدة بس كده، واروح حاطط دايرة عند اول رقم ودايرة عند اخر رقم. معنى كده ان ال 18 دي متكررة الى ما لا نهاية. طيب 8 على 55، نفس الكلام، هقسم 8 على 55 قولي يساوي، هدوس على اس دي، هتلاقي عندي 1 في الاول، بعد كده 45 45 45، وهكذا. اروح كاتب 1 في الاول واكتب 45 واحدة بس، واحط نقطة عند 4 ونقطة عند 5. الكلام ده معناه ان 45 هي اللي متكررة، 1 مش متكرر. طيب 41 على 333، اكتبها 41 على 333، هقول يساوي اس دي 123 123 123، وهكذا الى ما لا نهاية. اروح اقول يساوي واكتب 123 واحط نقطة عند 1 ونقطة عند 3. طب الاتنين؟ لا، بكتب نقطتين 2 بس، يا نقطة واحدة او 2،
واحدة في الأول واحدة في الآخر، والكلام ده معناه إن من أول الواحد لحد التلاتة بيتكرروا إلى ما لا نهاية، وهو ده العدد العشري الدائري اللي هو العدد العشري اللي بيتكرر إلى ما لا نهاية. طب لو اداك العكس بقى، لو اداك عدد عشري دائري وقال لك حوله لكسر تعمل إيه؟ تروح ماسك الآلة الحاسبة بتاعتك وتكتب كده علامة صفر علامة التلاتة هي اللي متكررة، اروح كاتب تلاتة وافضل اكررها لحد اخر الشاشة، هو اللي يساوي هتظهر لك على شكل كسر اهو بالشكل ده، يبقى دي بيساوي تلت. طب هنا اللي متكرر عندي من اول الاربعة لحد السبعة، اروح قايل صفر علامة اربعة صفر سبعة، اربعة صفر سبعة، اربعة صفر سبعة، اربعة صفر سبعة، افضل كده لحد ما اجيب اخر الشاشة اربعة صفر سبعة واقول يساوي، طلع 11 على 27. وقف الشاشة بقى وجرب اخر مسألة، ده هو الحل، قارنه باللي عندك شوف انت حليت صح ولا غلط. طيب لو ادك كسر وقال لك اكتب الاعداد النسبية الاتية على الاشكال المختلفة، ايه هي الاشكال المختلفة؟ الكسر، العدد العشري، النسبة المئوية، الصورة الكسرية، الصورة العشرية، النسبة المئوية. عندي كسر، الصورة الكسرية هي ان انا احطه في ابسط صورة، يعني اول حاجة احطه في ابسط صورة فيبقى اقسم على التلاتة يبقى فيها تلاتة على الخمسة، ودي هي الصورة الكسرية. تاني حاجة عدد عشري، ما وجعش دماغي بقى، امسك الكسر واكتبه على الآلة الحاسبة وادوس على زرار الاس دي يديك العدد العشري على طول اللي هو 6 من 10، ودي هي الصورة العشرية. تالت حاجة بقى النسبة المئوية، برضه ما توجعش دماغك، امسك الكسر ده اكتبه على الآلة الحاسبة واضربه في 100، واللي يطلع حطه في 100، لو انا كتبت ده كده في الآلة الحاسبة وضربته في 100 يطلع 60، يبقى 60%، ودي هي النسبة المئوية. جرب انت تحل ده بقى، ده هو الحل، قارنه باللي عندك شوف انت حليت صح ولا غلط. وبكده نكون خلصنا الدرس الاول في منهج سنه اولى اعدادي الترم الاول، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله بيرتا، من الاسبوع اللي جاي هيكون حصه سنه اولى اعدادي يوم الاحد. وفي الختام سبحانك العلم لنا اللي ما علمتنا انك تعلم الحكيم، والسلام عليكم.